إلا في الظاهر وليست متعارضة، وهذه حقيقة قضية غاية في الأهمية. بعض الناس أحيانا يقرأ بعض الأحاديث فيشكل عليه فهمه ويظن أن الوحي متناقض، وحاشا لله عز وجل أو لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أن يتناقض كلامه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الذي يتناقض كلام البشر فهم في أمر مريجي مختلط متناقض ومتضارب كما قال الله عنه. أما كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معصوم وكلامه وحي فهذا لا يمكن بحال من الأحوال أن يتناقض ويتعارض، يستحيل. وإذا وقع في بالك أن هناك نصين من كتاب أو سنة أو من القرآن وحده أو من السنة وحده متعارضان، فاعلم أن الأمر لا يخلو من أحد حالين. الحالة الأولى أن يكون هذا النص غير ثابت، يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بصحيح، والثاني أن تكون أنت لم تفهم المراد فاتهم عقلك، وإياك أن تسيء الظن بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليك بالرجوع إلى الراسخين في العلم لتعرف الحقيقة على أي حال.